وضيفنا اليوم الموهبة الفنية عبد الله عمرون. نرحب عبد الله معنا، أهلا وسهلا فيك عبد الله معنا اليوم. أهلا فيكم. الله يحييك عبد الله. عبد الله طبعا ببدأ أسئلك أسئلة خفيفة وظريفة، بعد ما نرجع ننتقل ونتكلم بأكثر توسع. مستعد؟ مستعد. نبدأ مع بسم الله. أنا أبدأ. نبدأ مع أول سؤال كالعادة، وهو أوصف نفسك بكلمة. متفائل. أكثر وسيلة تواصل تستخدمها؟ الواتساب. أجمل مكان زرته في حياتك؟ اسطنبول تركيا. مكان تتمنى زيارته؟ مكان أتمنى زيارته مدريد. وشخصية تتمنى مقابلتها؟ سامي يوسف. شخصية داعمة لك؟ كيف؟ عفوا؟ شخصية داعمة لك؟ والله للآن ما في شخصيات داعمة لي، الحمد لله أهلي هم أول من هم الداعمين لي. يخليهم لك. شاكرا لهم دائما وأبدا. هذا الطبيعي. ومجال دراستك؟ آمين إن شاء الله. هندسة كيميائية. طيب عبد الله، عائق استطعت تجاوزه؟ عائق استطعت تجاوزه رسوبي في مادة، والحمد لله نجحت فيها بعد ما عدتها. جميل. طيب يعني الآن من هو عبد الله وكيف كانت بدايته مع الغناء؟ عبد الله عمرون طبعا، مواليد محافظة حضرموت مدينة تريم، أدرس حاليا في إسكيشهير هندسة كيميائية بجامعة الأناضول. جميل. بالنسبة لمشواري الفني، بدأت كالعادة في المدرسة، ومن ثم التحقت بعدة مجموعات كمجموعة النخبة الإنشادية. بعدين؟ بعد ما جئت لهنا حاولت أطور من موهبتي شخصيا بنفسي. جميل. إلى تركيا أقصد، بعد ما جئت إلى تركيا. جميل. طيب عبد الله، اللون الغنائي الذي تفضله؟ الدان الحضرمي أكيد. جميل، كلنا نشترك في هذا تقريبا. طيب أنت الآن معروف أنك تغني بلغات أخرى إلى جانب اللغة العربية، تغني أو تنشد باللغة التركية، فكيف يختلف الغناء باللغات الأخرى عن الغناء باللغة العربية برأيك؟ كيف يختلف؟ الألوان تختلف، والإيقاع إيقاع الغنية نفسها، هذا اللي أعرفه. طيب عمل فخور به؟ والله إلى الآن ما معي عمل كبير كذا أفتخر به، لكن إن شاء الله آمل أن يكون لي عمل مستقبلا. تقصد فني؟ إيه فني. وشهادة تعتز بها؟ طبعا كل من دعمني وكل من
شهادة أفتخر بها طبعاً. جميل. طيب هل سبق أن حصلت على جائزة؟ في المجال الفني؟ نعم. لا، لم أحصل على أي جائزة. جميل. طيب نروح نسمع أغنية بصوتك ونرجع نتكلم. عبد الله، ماذا عن مشاركاتك الخارجية مثل هذا الفيديو اللي شاهدناه قبل قليل؟ شاركت في مهرجان أو ما يسمى بيونس إمري هافتس، أسبوع يونس إمري، الشاعر شاعر القرون الوسطى. أيوة. كيف كانت مشاركتك؟ وإيش اللي استفدت فيه بمشاركتك معهم؟ استفدت حاجات كثيرة الحمد لله. طبعا الفعالية كانت بعد دراسة التومر. أثناء دراسة التومر يعني اللغة التركية، كان في مدرب لنا يدربنا، يكون لنا حصص فاستفدنا منه كثير. وآخر الدراسة فعلنا هذا المهرجان. جميل. طيب ولو تحدثنا عن تدريباتك، على ماذا تعتمد في تدريباتك؟ على مدربين أو تدريب ذاتي فقط؟ فقط تدريب ذاتي. أشاهد، أستمع كثير، أستمع طبعاً الحمد لله الإنترنت متاح، أستمع كثير لفنانين ومنشدين ليطور من موهبتي. جميل. طيب فنان تتمنى مقابلته؟ فنان أو منشد اللي هو ماهر زين. جميل. وموهبة أخرى غير الغناء؟ موهبة أخرى غير الغناء الرسم و جميل. اللحن. جميل. وبرضو والخط. جميل. طيب عبد الله، لو تم تخييرك بين الغناء او الانشاد والهندسه الكيميائيه، ايش ممكن ترجح؟ الهندسه الكيميائيه اكيد. ايش اللي خلاك تختار اصلا الهندسه الكيميائيه بعيدا عن موهبه؟ هو عفوا هوايه. جميل جميل. إذا بالنهاية الهندسة الكيميائية والغناء بالنسبة لك فقط موهبة، مش ممكن تتحول إلى وظيفة أبدا أو مهنة. نعم. مش ممكن. لا. طيب إيش الرسالة اللي تحب إرسالها من خلال موهبتك أو ماذا تقصدين بوظيفة؟ يعني ممكن تتطور وتصير مغني مثلا بعيدا عن الكيمياء والهندسة. ممكن، ليش لا؟ في إمكانية يعني. طيب إيش الرسالة اللي تحب إرسالها من خلال موهبتك وفنك؟ والله أن نقول كل موهوب يحاول يطور من موهبته. جميل. طيب طموحك الشخصي عبد الله؟
طموحي الشخصي احاول اكمل الماجستير في احد الدول الاوروبيه ان شاء الله. جميل. بعد الدراسه. وبالنسبه للفن؟ دراسه البكالوريوس. وبالنسبه للفن؟ عفوا. وبالنسبه للفن؟ بالنسبه للفن لا يوجد لدي اي مستقبل الان، لا افكر فيه الان. تركز في الكيمياء. تمام، اتمنى لك التوفيق في الكيمياء ايضا. طيب عبد الله، ايش تحب تسمعنا في نهايه اللقاء؟ احب اسمعكم دان حضرمي. تفضل. نسنس بصوت الدان وترنم ليل الهنا قطب حكم شلت المغنى. نسنس بصوت الدان وترنم ليل الهنا قطب حكم شلت المغنى. لن الغنى بالدان مرهم للعلل والهام، عسى عسى بالدان يسلى كل مهموم، عسى بالدان يسلى كل مهموم. واذكر لنا ما فات وتقدم من وقت حالي في ربا سيون والغنى. واذكر لنا ما فات وتقدم من وقت حالي في ربا سيون والغنى. أيام فيها الخير فيها فيها الخير عم وقد خيام، فيها الصفا والمسحبات خيرة القوم، فيها الصفا والود صحبات خيرة القوم. أشكرك جزيل الشكر عبد الله عمرون، أتمنى لك التوفيق في دراساتك العلمية، وأتمنى لك التوفيق أيضا في الفن رغم أنك ما تشتيش وما فيش عندك طموح فيه. إن شاء الله. أشكركم أيضا وأشكركم على حسن أشكر قناة بلقيس على حسن الاستضافة، وأشكر الطاقم كامل على العين والرأس.